أعلنت الحكومة انتهاء أزمة البنزين والغاز في العراق، إلا أن شح الوقود ومظاهر طوابير السيارات أمام المحطات فتح الباب أمام تساؤلات بشأن أسباب تلك الأزمة التي أصابت البلاد بشلل مضاعف. من البارحة اليوم على مود البنزين. بوادر الأزمة بدأت مع إلغاء الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية التجهيز القياسي لمحطات الوقود الأهلية، واعتمدت ما أطلق عليه بالتجهيز الطبيعي الذي يتيح استقطاع نحو 1000 لتر من كل صهريج يحمل 36,000 لتر، وهو ما دفع أصحاب المحطات إلى رفض استلام المنتوج من مادتي البنزين والغاز رغم دفعهم للمبالغ كاملة، لكون الأمر بحسب قولهم سيكلفهم خسائر كبيرة، وهي بسبب رفض شركة توزيع المنتجات النفطية تجهيز محطات الوقود في عموم العراق بالكمية القياسية المعتمدة دوليا والمعمول بها منذ زمن طويل، وأن هذا الرفض سيؤثر بالدرجة الأولى على المواطن، وأن أصرار الشركة على العمل بالطبيعي سيسبب لنا خسائر مالية كبيرة. أصحاب المحطات قالوا إن الإجراء الذي اتخذته شركة توزيع المنتجات النفطية جاء بغرض سد النقص الحاصل لديها بسبب استشراء الفساد بمفاصلها، حيث لجأت إلى تعويضه عبر الخصم من كميات التجهيز للمحطات. الأزمة اتسعت وشملت عدة محافظات بالتزامن مع قرار وزارة النفط برفع الدعم عن أسعار الوقود، فيما لا تزال المخاوف من أزمة شح الوقود تسيطر على الشارع، حيث عمد الكثير من المواطنين وتحديداً سائقو سيارات الأجرة إلى تخزين كميات من البنزين داخل حدائق منازلهم رغم خطورتها، مؤكدين أنهم لا يثقون بالإجراءات والتعهدات الحكومية، بالتزامن مع حديث وزارة النفط مؤخراً عن خسائر فادحة تتحملها موازنة الدولة بسبب دعم الوقود تقدر ب5,000 مليار دينار سنوياً، فيما تغاضت في الكشف عمن يتعمد تعطيل إنشاء مصانع تكرير النفط وإنتاج المشتقات بما يكفي الحاجة محلياً بدل استيراده من إيران بمبالغ باهظة.